أنا من خلال هذا الفيديو حابب أعطيكم فكرة كاملة عن المبادرة اللي عملناها. الحمد لله كانت مبادرة ناجحة. طبعا مثل ما بتعرفوا الحمد لله هي مبادرة شبابية نابعة من شباب الدوليين الموجودة في جامعة بهشيشهير، طبعا العائدة لمجموعة بيسك، هي بهشيشهير انترناشونال ستودنت كوميونيتي. كمان بحب أضيف إنه هي كمبادرة وكعمل تطوعي بعيد كل البعد عن أي توجه سياسي من التوجهات السياسية الموجودة في سوريا. والحمد لله بهمة الشباب وبهمة بعض الأشخاص اللي لازم أذكر اسمائهم، لازم عن جد هن الأشخاص ترفع لهم القبعة. زي أول شخص بلش معي المبادرة هو كان إبراهيم السروجي. نزلنا مع بعض أول مرة وتعلمنا كتير وشفنا كتير، فكانت المبادرة الثانية والخطوة الثانية اللي انعملت من فترة 3-4 أيام وقت نزلنا على الحدود ورجعنا. كانت بالحمد لله المبادرة الهمة الثانية أو المبادرة الثانية خلينا نقول كانت بهمة عربية، شاركنا فيها بعض الشباب من المغرب العربي ومن مصر، وكان في كتير شباب حابين يشاركونا فيها. هلا صراحة إذا بدنا نحكي عن الشيء اللي شفناه والشيء اللي تعلمناه والشيء مثل ما بقولوا نزلنا على أرض الواقع وشفنا العالم شلون عايشين، مو زي اللي بيفرجونا اياهم مثلا بالتلفزيون. حتى لو بيفرجونا اياهم بالتلفزيون ما فيك تحس بإحساسهم وتشعر بشعورهم وتشعر بمعاناتهم. يعني حتى أنا هلا عم بحكي أكيد قد ما حكيت وقد ما حكيت قصص ما راح تصل الفكرة تماما مثل ما هي. فمواقف كتير زي وقت بتكون ماشي بتلاقي هاي بالنزلة القبلة، وقت برقد ولد لعندك بيقول لك عمو دخيلك لبسني شغلة في إجري بردان، تدخل على خيمة بتشوف مرة بتقول لك خود مني إيش بدك خود مني بس عندي ولد مرضان بده دواء. وقت الصبح بتجي لتاكل وانت متعود انه انت لازم تفطر، تتفاجأ انه بال 24 ساعة هدول العالم ما بياكلوا غير وجبة واحدة. وبتدخل الميتم بتشوف اولاد كل واحد فيهم قصة. واحد اللي طلع من بيته يروح يجيب خبز برجع بلاقي البناية مهدودة فوق راس اهله. اولاد كانوا تعذبوا بطرق رهيبة، زي تعرفنا على ولد اسمه علي كان جسمه كله محروق بالسجاير. صراحة بس كنا نقعد نفكر انه يا اخي هدول الاولاد والله وقت شفناهم في الميتة منطلع في وجاههم هيك بس نقعد نفكر هدول كيف عم بضحك وكيف عايشين. ممكن اقول انها اثرت فيا كانت انه كنت على طول كل ما اشوف الاطفال هناك انه هم ما لهمش ذنب ابدا، ولا كانوا سبب في الحرب ولا خلوها تبدا ولا اي حاجه، هم ضحايا شيء يعني لم يختاروا. يعني دول بجد ممكن نسميهم اطفال ولدتهم الحرب، حياتهم يعني لا توصف بصراحه. الطفل نهبت منه كل طفولته، حتى المراه يعني دي حاجه اخذت بالي منها انه حتى المراه نهبت منها أنوثتها كلها، لأن هي بقت بتلعب دور الراجل والست، لأنه في إما بقوا يعني أرامل رملتهم الحرب، يا إما رجالتهم لسه بيحاربوا سايبينهم، يا إما رجالتهم يعني إلا من رحم ربي يعني مثلا سايبينهم ومتكئين عليهم وهم لازم يربوا الأولاد. كمان كان الشيء اللي بيأثر فيها جدا هو الطفل النشيط الجميل الذكي اللي بيروح ويجي ويساعد كثير وتارك دراسته عشان يشتغل ويجيب فلوس لأهله. يعني حسيت انه لو ما كانش الحرب صارت كان ممكن يبقى يكبر يكون شيء كبير، لأنه بيبقوا أذكياء بيبقوا نشطاء وحابين يساعدوا الغير.
وموقف احب اشاركه موقف لما واحنا ماشيين من احنا كنا بيتين في الميتم في دار ايتام فكنا بنشوف الايتام قد ايه بيضحكوا بيبتسموا اقوى منا يعني علمونا القوه كان في موقف بنت اسمها ليالي كانت بكت جدا هم اكشلي كلهم بكوا كتير لما واحنا ماشيين بس البنت دي بكت اكتر واحده عشان احنا ماشيين وهي عارفه ان احنا ماشيين مؤقتا يعني وعدناها ان احنا نرجع تاني بس علقت فينا جدا فانا استغربت ازاي بكت كل البكا ده واحنا ماشيين بس لفتره بسيطه وما كانتش بتبكي هي بتحكي لي على الهديه اللي تركتها في بيتها عشان تديها لباباها لما يخف وباباها توفى ولا رجعت بيتها ولا تعرف فين الهديه ولا تعرف ايش بيتها صار فيه دلوقتي وكانت تحكي لي بمنتهى القوه وهي بتضحك ولما انا بكيت يعني كانت تقول لي ليه بتبكي يعني قصه عاديه يعني الموضوع ده اثر فيا جدا هم فعلا علموني القوه والصبر وعلمونا ان احنا حياتنا يعني فيها تفاهات كتيره يعني في ناس عايشين حياه ثانيه خالص فطبعا يعني 3 ايام بس تعلمت من الاطفال والنساء كتير كتير يعني اسرع اسرع صراحة التجربة ديالتي الشخصية اللي كنت شفت في الحدود صراحة ما عرفتش كيفاش نوصفها ولا كيفاش نشرحها ولكن اللي نقدر نقول انه تعلمت بزاف ديال الحوايج تما تعلمت معنى الصبر تعلمت معنى انه تفهم الناس انه شنو معنى انه يخصوك شحال ديال الحوايج وصراحة ديال الله اللي بغيت ناكد عليه انه في العالم كاينين الناس بزاف محتاجيننا ومن بينهم الناس اللي شفنا دوك النهارات كنت تذكر بزاف ديال المواقف عشناها تما وعلمتنا بزاف ديال الحوايج يعني كانت بالنسبه لنا تجربه ولكن اللي كنت تذكر بزاف انه فاش كنا تما في المدرسه شفنا الناس انه كيحاولوا يحاربوا الجهل ديالهم وكذا لانه استعصت عليهم الامور انه يكملوا الدراسه ديالهم في سوريا وكذا فانه ملي كان كيجي وكيسولوك على اسئله ثقافيه وكذا فهذا كيشرف انك تعطي يعني تشارك معاهم المعلومات ديالك وكذا وكتمنى انه تجي فرصه مره اخرى وتشارك معاهم اكثر ولكن الاكثر حاجه طبعت لي في الذاكره ديالي انه كنا واحد النهارات بالميتم كنا مع الدراري الصغار والامهات ديالهم الارامل كنا كنهضروا معاهم بحال هكا وجات وحده عاودت لي واحد الحاجه قالت لي البارح فاش كنت ناعسه مع بنتي الصغيره قالت لي فيقت كانت حداها وفيقتها من النعاس قالت ليها ماما علاش كتكذبي عليا اليوم شفت بابا وكيلعب معايا هي كانت كتقصد بابا كانت كتقصد الاخ محمد اللي كان مشى معنا للحدود وكان هو توا بالدور ديالو كان كيلعب مع الدراري الصغار صراحة كاين شي حوايج ما عمرنا ننساوهم وكل هاد الحوايج كيبينوا انه دوك الناس محتاجيننا اكثر يعني باش نتكلم معكم بصراحة ما كاينش شي كلمات اللي كتعبر على التجربة اللي عشتها يعني بواحد الدقة ما غنحاول ما يمكن نقرب لكم الصورة صراحة لا فاش كنت راجع لإسطنبول وأنا في الطريق ديالي إسطنبول بقيت كنفكر كيفاش علاش هاد الناس هادو عايشين بحال هكا علاش هاد الأطفال هادو عايشين واحد الحياة اللي ما عندهم فيها حتى شي دم علاش تسردوا علاش ما كيمشيوش للمدرسة علاش ما كيعيشوش الطفولة ديالهم علاش ما كيستمتعوش تماما بالطفوله حلم الطفوله ديالهم فصراحه
في لحظة الفراق بينه وبينهم حسيت بلي ما كانش 3 ايام فقط، كانت 3 سنين. حسيت بلي راه عارف دوك الناس، يعني بلي راه عشت معاهم، بلي راه تشاركنا معاهم الطعام، وتشاركنا معاهم البسمه، وتشاركنا معاهم الفرحه، وتشاركنا معاهم الحزن والتعاسه اللي عايشين فيها. كاين شباب اللي ربي اللي عالم بهم صادقين مع الله عز وجل، يعني كتحس بلي خدام. كتلقى مثلا القصه ديال هاد ابو حمود اللي تلاقينا معاه، محامي في الربيع ديال العمر ديالو، وقع اللي وقع، بدات الحرب، لقى راسو مشرد، منتشر من الشارع، لقى راسو خدام الشعب ديالو. يعني الشاب امكان ديالو انه يبدا حياه مهنيه جديده هنايا، لا سمح في كل شيء باش يعاون الشعب ديالو. كتحس بلي خدام بحراره، وخدام بواحد الغيره على الشعب ديالو. ما نكذبش عليك، واحد اللحظه باش كتبقى تفكر بزاف في الامر، كتقول دابا انا واش نحقد على هذا المجرم هذا اللي شرد الشعب ديالو، واللي خلاه يعيش هذه الحياه هذه، او لا نشعر بالاسف لهاد اليتامى اللي عايشين هذه الحياه هذه، يعني حياه اللي جد مزريه، او لا الامهات اللي كتلقى الالم باين واضح في عينيهم، ومع ذلك يحاولوا ما امكن انهم يخبيوه ويوريو حياه افضل لهاد الاطفال اللي مات يوم حلم الطفوله. صراحه لا، اطفال عزاده في الحياه، يعني علموني انا شخصيا، علموني معنى الحياه، وعلموني بالحياه ديالي والمشاكل ديالي تافهه جدا. يعني كنفكر في شي امور اللي صراحه ما كتستاهلش. الناس ما لا قيمه تاكل، الناس الحياه ديالها الاسفل الاسفل، ديما عايشه لتحت لتحت، ومع ذلك كتلقى الضحكه عليهم، وكتلقى ديما فرحانين، وديما كيحاولوا. انه مثلا انا كنت ساكن معهم في الميتم 3 ايام، يعني كل مره يجي عندك عمو بدك شي، عمو خاصك شي، يعني لازمك شي، ويحاول ما يمكن يوفروا لك واحد الاساليب ديال الراحه اللي ما عندهمش هما. صراحه الناس هذو اقل ما يمكن القول عنهم انه اسد في الحياه، وما عمل حياه ضغطت عليهم، وما عمل حياه دلاتهم، وما عمل حياه قصات عليهم، كيبقوا اساتذه علمونا بزاف. وكنشكرهم وكنقدم الشكر الجزيل لكل الناس، ابو حمود، ابو مهدي، طه، وكل الناس اللي قايمين، كل الامهات، كل الانسات اللي صراحه قايمين بمشروع جد جد رائع. وان شاء الله نرجع مره ثانيه ونشوفهم افضل ان شاء الله تعالى. بعد هالقصص اللي شفناها وشفنا هالولاد شلون عايشين، وشلون وقت بتطلع في يوتيوب بضل عم بيضحك، عن جد علمونا كتير شغلات. كنا كلياتنا بنعرف موضوع القيم، انه واحد الصبر والتفاؤل والامل، بس انا ولا مره في حياتي حسيت فيهم في هدول الكلمات وفي هدول القيم مثل ما حسيت فيهم مع هدول الولاد، لأنه شفتهم على أرض الواقع، شفت شلون واحد لازم يعمل هدول القصص، زي تحس بالأمل، تشوف الصدق بعيونهم، تشوف التفاؤل، تشوف إنه هو خسران كل شيء ولسه عنده أمل بالحياة. هدول الأولاد علمونا إنه عن جد ما في شيء اسمه مستحيل، أي شيء بالإصرار، بالهمة، بوقفة الصف الواحد، كله بيصير، كله بنقدر نعمله. هدول الأولاد علمونا معنى المحبة، معنى التفاؤل، معنى الصدق، معنى الهمة العالية. آخر شيء رح أتشكر رجل أعمال إنفر يوجيل اللي أقر بإقامة جامعة تدرس باللغة العربية في على الحدود السورية، واللي هي مبادرة جد رائعة جدا. يعني اليوم نحن وقت نزلنا وشفنا هذا الشعب وهدول الناس، مش بس بحاجة أكل ونوم ومأوى، لا، هن بحاجة لعلم، بحاجة لتطور، بحاجة إنه نفرجيهم هن بني آدمين. فبدنا هيك مبادرات، وشكرا كثير. ونحن كطلاب وكشباب
لازم نعمل الجزء المترتب علينا، لازم نعمل واجبنا ولو أجزاء بسيطة جدا. هن بحاجة البسمة، بحاجة المعلومة، بحاجة أي شيء أنت ممكن تتخيله، بحاجة يتعرفوا على التكنولوجيا، أي شيء فينا نعمل.